وان كان هذا المصطلح ديال الخلوه انا شخصيا اتحفظه هني، يمكن نقولوا هو لقاء تم بين جمعيه هيئات المحامين بالمغرب في من خلال المكتب ديالها مع السيد وزير العدل والمساعدون الاقربون له. كان الموضوع طبعا هو مشروع قانون المهنه، وكانت فرصة مهمة جدا بحيث أنه تم تدارس مشروع قانون المهنة مادة مادة بحضور يعني جميع النقباء 16 وأعضاء المكتب وسيد الوزير والمساعد الأقربين ديالو. وهذه فرصة نادرا ما تتم أن يتم دراسة مشروع قانون مادة مادة من طرف الممارسين والخبراء ديال هذيك يعني المهنه، وهذا كان شيء مهم، وكما قلت هي فرصه كانت مهمه لتناول جميع تفاصيل قانون المهنه وايضا الصعوبات التي تعترض يعني تنزيل القانون على ارض الواقع. طبعا هذا اللقاء كان منتظر امام ما كان معروفا بتسريب مسودة المشروع التي كانت قد تسربت من وزارة العدل، وكان فيها رد فعل ديال المحامين باعتبار أنه لم يتم إشراكهم في هذه المسودة. فكان هذا اللقاء هو تدارك إذا شئنا تدارك لهذا الواقع و يعني إرجاع الأمور إلى نصابها، لأن الأصل هو أن يتم إعداد مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة كما جرى على ذلك الأمر في القوانين السابقة بتشارك بين جمعية هيئات المحامين المغرب ووزارة العدل. وفي هذه الولاية أيضا لم يخرج الأمر عن هذا رغم ذلك الحدث الذي وقع، ولكن تم تدارك هذا الأمر. الآن تقدمنا في مناقشة هذا المشروع في جزء كبير منه. كانت الأرضية ديال النقاش هي مشروع قانون اللي كانت عدته الجمعية ومسودة المشروع التي أعدته الوزارة والقانون المطبق حاليا. نعود إلى كل هذه المعطيات بالنسبة للوزارة تطرح المسودة، وبالنسبة لنا نحن كنا نرجع إلى مشروع قانون الجمعية ونطرح المقترحات الموجودة به ونقارن ونتفق على صيغة معينة في كل قضية قضية. يعني كان اتفاق حول كثير من الأمور، وبقيت بعض الأمور الأخرى اللي سينعقد اجتماع قريب في الأسبوعين المقبلين لي يعني وضع التصور النهائي لها قبل أن نتفق حول ما إذا كان الأمر ينتهي هنا، أما أن الأمر طبعا سيتبعه نقاش للمحامين بصيغة من الصياغ، لأن لا يمكن أن نقول بأن هذا القانون سيضعه مكتب الجمعية والوزير مباشرة دون الرجوع إلى المحامين. لا، صحيح أننا قمنا قبل أن نأتي إلى الاجتماع بتجميع مقترحات الهيئات ممتلة في المجالس أو في الندوات أو في موائد مستديرة قامت بها الهيئات، وجمعنا يعني المقترحات. ولكن هذا لا يمنع من أن ما نتفق عليه يمكن أن يعود إلى المحامين للمناقشة بصيغة من الصياغ، خاصة أن المشروع سيعرض على الأمانة العامة للحكومة وبعد ذلك يمر إلى البرلمان وستكون نقاشات عامة. يعني هناك فرص كثيرة للمناقشة. لا، لم نكن نرفض المسودة مضمونا، كنا نرفضها شكلا بحيث أن قلنا بأنه لم تعتمد المنهجية التشاركية في إعداد هذه المسودة. أما المضامين فكنا دائما نقول بأن هناك أمور فيها إيجابية وأمور فيها سلبية. الأمور الإيجابية فيها مثلا بعض توسيع مجال الاختصاص، بعض التدقيقات، بعض كذا، هذه كلها أمور اعتبرناها إيجابية، ولكن كنا نرفضها شكلا لأنه لم يشرك في إعدادها المحامي. لحد الآن الأمور يعني تسير في الطريق الصحيح، لأن هذه المنهجية التشاركية بالطبع لما يكون هناك طرفان أو أطراف لا يمكن يعني أن الإنسان يحقق كل ما يعني يتصوره هو، بحيث أنه لا يمكن للوزارة أن تستجيب لكل مطالب المحامين، ولا يمكن للمحامين أن يقبلوا كل ما ستأتي به وزارة العدل، بحيث يكون هناك
نقاش في كل قضية قضية. طبعا المحامون لا يطلبون أشياء كثيرة، يطلبون ما يحقق استقلالية المهنة وحريتها، ويطلبون الحصانة للمحامين، ويطلبون كل الشروط التي تحقق المحاكمة العادلة من موقعهم، من موقعهم كدفاع. هذا ما يطلبه المحامون، لا يطلبون شيئا يعني خارقا، بل يطلبون أمور عادية، ويتمنون أن تتحقق في هذا القانون. طبعا خاصة أنه ربما هذه المرحلة تشكل مرحلة انتقالية اللي ممكن يكون فيما بعد المعهد ديال التكوين، ممكن الأجيال المقبلة ستخضع لتكوين بشكل آخر، يعني الأعداد اللي غتكون دخول قليلة، أيضا ولاية على مستوى الانتخابات ستكون ولاية واحدة للنقيب، يعني المهنة ستكون هناك مسألة المجلس الوطني وإن كانت لازال لم يتم الاتفاق حولها. سيسمح لمحامي الأجانب في واحد الإطار معين في المكاتب الأجنبية، يعني أن المهنة ستمر إلى ربما وضع آخر بشكل يعني قانوني. ولهذا المحامون مطالبون بأن يناقشوا هذا القانون، يعني ما نقدروش نقولوا بأننا جلسنا مع الوزير وحسمنا في هذا القانون، لأنه المرحلة دقيقة والقانون اللي غيجي غيكون يعني يمر بالمهنة إلى مرحلة أخرى. لذلك نحن ماشي متسرعين، ما يمكنش نحسموا بهذه السرعة، بهذه السرعة في قضايا سترهن مستقبل المهنة لمدة زمنية ليست بالقليلة. وبالتالي نحن نصر على المناقشة العميقة وأن يشارك المحامون بشكل أكبر في هذه الأمور.